تحت عنوان الأمن الغذائي، زار وفد من وزارة الزراعة ضم المدير العام لويس لحود، وزارة الاقتصاد ممثلة بالمدير العام الدكتور محمد أبو حيدر، مرفأ طرابلس، حيث كان في استقبالهم مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر الذي أكد على أن باخرة قمح ستدخل اليوم مرفأ طرابلس. أما لحود فأشار إلى ضرورة التشديد على التصدير من أجل دعم العملة الصعبة في البلد. بحاجة اليوم للتصدير لنفوت عملة صعبة على البلد. مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور أبو حيدر أجاب على السؤال لصوت لبنان بأنه ما من أزمة رغيف لكن أفران. أما بما يتعلق بالأزمة اللي موجودة اليوم بقطاع الأفران، اليوم فهمت أنا أنه معالي الوزير بجلسة مجلس الوزراء رح يطرح أنه يستحصل على فتح اعتماد أو دعم لقطاع القمح على القليل لشهرين لكن بلش العقد مع البنك الدولي حتى ما يخلق أي أزمة بهذا النطاق. المعنيون يؤكدون على أنه ما من أزمة رغيف ولا بنزين، في حين الطوابير على الأفران والمحطات تؤكد العكس. من طرابلس، روى رفاعي، صوت لبنان.